معنا من معبر رفح البري رمضان المطعني موفد القاهرة الإخبارية. رمضان مرحبا، هل جد أي جديد على معبر رفح الذي مثل ما أفدنا في الخبر وكما أفدت ما زالت الشاحنات مصطفة في الجانب المصري من المعبر بعد 6 أيام ربما كاملة من الإغلاق الكامل من قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني؟ لا يزال المشهد على حاله هنا في معبر رفح من الجانب المصري، حالة الهدوء التي تسيطر على المكان في ظل هذه الاستعدادات الكبيرة التي طالما وجدت على مدار الساعة، يعني هذه الاستعدادات التي لم تعطل ولو دقيقة واحدة حتى مع سيطرة الجانب الفلسطيني على معبر، سيطرة عفوا جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. هذه الشاحنات المتواجدة لا تزال لا تراوح مكانها منذ عملية الإغلاق الفلسطيني، ولكن هذه البوابة التي من خلفي لمعبر رفح البري أيضا لا زالت كما هي على مدار الأيام الماضية تفتح أبوابها، ولكن الجانب الآخر وتعطل حركة المساعدات على مدار الساعة منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا المعبر. ولكن دعيني أشير إلى النقطة. نعم تفضلي رمضان. نعم تفضل رمضان أكمل. نعم يعني دعني أشير إلى أن مصر يعني وعلى مدار الساعة التي بذلت العديد من الجهود سواء على مستوى وقف إطلاق النار وكذلك أيضا على المستوى الإنساني، وكانت رفضت مصر هذه السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من خلال البيانات الرسمية التي أصدرتها، ولكن لا زالت الأمور على حالها. أيضا معبر كرم أبو سالم الذي لا زال يغلق أبوابه أمام حركة مرور الشاحنات والمساعدات الإنسانية حتى في ظل المناشدات من مكاتب الأمم المتحدة وكان آخرها مكتب أونروا، وكذلك التصريحات الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب بسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصف أيضا هذه العملية بأنها عملية مروعة جراء الاستهداف الإسرائيلي. نعم. لمختلف المجالات. المشهد ما زال على حاله هنا في محيط معبر نعم رفح. نعم رمضان فقط ننوه رمضان فقط ننوه إلى هذه المشاهد التي تظهر على الشاشة والتي تظهر تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء شمال غزة، طبعا في إطار عودة العمليات العسكرية مرة أخرى إلى منطقة الشمال، وكذلك التوغل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا. ومن الصورة تكثف الطائرات الحربية من تنفيذ أحزمة نارية في المناطق الشمالية محاولة التوغل من خلال آلياتها ودباباتها على الأرض لاختراق مخيم جباليا من المناطق الشرقية. وجدير بالذكر أن منذ الأمس أعلنت إسرائيل أنها ستعاود عملياتها العسكرية مرة أخرى في هذه المنطقة بعد أن كانت غادرتها، وتقول أن حركة حماس تعيد تنظيم صفوفها في هذه المنطقة من جديد. وهذه الأحزمة النارية تزامنت كذلك مثلما أفاد مراسلنا بالقذائف المدفعية التي تسقط في كل مكان في المنطقة الشمالية، وحتى استهدفت ملاجئ ومراكز الأونروا، وكذلك عملية توغل برية كانت قد بدأت في المخيم من خلال آليات وجرافات الاحتلال مع غارات عنيفة مثلما تظهر هذه الطائرات تحليق مكثف، مما يعني أنه على الأرض ربما تدور عمليات اشتباكات وتوغلات برية. نعود مرة أخرى إلى معبر رفح البري والزميل رمضان المطعني موفد القاهرة الإخبارية. تفضل رمضان. نعم رغد، يعني آلاف الشاحنات المتواجدة في محيط معبر رفح حتى وصولا إلى مدينة العريش، هذه الشاحنات التي كانت لمصر الدور الأكبر من خلال دعم الأشقاء في فلسطين وما يحدث في قطاع غزة ومدى الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها هؤلاء يعني الذين يتعرضون لحرب الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المساعدات التي بلغت نسبتها بحسب التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء المصري تخطت 85% من
من إجمالي المساعدات التي أتت عبر العالم، وكانت مصر التي فتحت يعني مطار العريش وكذلك ميناء العريش وكذلك حتى الطرق البرية التي تؤدي إلى هنا المناطق اللوجستية وأيضا مدينة العريش ومعبر رفح. هذه المساعدات التي كان لمصر فيها الدور الأكبر على مدار الساعة، وذلك ب يعني توجيه من القيادة السياسية المصرية بدعم الأشقاء في فلسطين. يعني هذه المساعدات التي جاءت عبر التحالف الوطني المصري، هذه المظلة الكبيرة التي قدمت عدد كبير من القوافل الإغاثية منذ بدء يعني العدوان على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، هذه المساعدات التي تتواجد التي يعني تضم الاحتياجات الأساسية والغذائية وكذلك الأدوية وكذلك بعض وسائل التدفئة التي يعني كانت في أيام البرودة الشديدة كانت تدخل بالآلاف، وأيضا تضم عدد كبير من الخيام التي أتت سواء عبر المؤسسات الأممية ومساعدات الدولية وكذلك أيضا عبر المساعدات على الجانب المحلي المصري. ما زالت هذه الشاحنات حتى هذه اللحظة لا تراوح مكانها في انتظار العبور إلى الجانب الآخر لدعم الأشقاء في فلسطين. المشكلة كذلك رمضان أن الأمر مرتبط أيضا بحركة العبور، لأنه كانت مصر تتلقى يوميا مئات الحالات من الجرحى والمصابين، كذلك نضيف التحويلات الأخرى المرضية والطبية أيضا للمرضى من الأمراض المزمنة مثل السرطان مثلا. نعم، يعني هذه النقطة التي يعني نقف فيها أصبحت هي حديث العالم بعد قطع هذا الشريان. كانت مصر وعلى مدار الساعة في الأيام الماضية وقبل هذه السيطرة الإسرائيلية على الجانب الآخر يعني منفذا مهما للعبور من وادي الموت إلى وادي الحياة هنا في مصر عبر استقبال الجرحى وكذلك المصابين. نتحدث عن البيان الخاص بوزارة الصحة المصرية الذي أعلن قبل إغلاق المعبر أن يعني الحالات التي استقبلتها مصر في المستشفيات المصرية بلغت أو تخطت 5000 حالة على مدار يعني الشهور الماضية من الحرب، وكذلك أيضا يعني الذين وزعوا في مختلف المستشفيات المصرية سواء في العريش أو سواء في مدن القناة المصرية وصولا إلى القاهرة والتي كانت تتم بها العمليات الكبرى لهؤلاء الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي، وهذه العمليات التي تكون معقدة أو الحالات الخطرة أو الحالات الحرجة التي كان يتم يعني عمل العمليات أو إجراء العمليات في هذه المستشفيات. كل ذلك يعني قرر الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه من الجانب الآخر وقطع هذا المد الشرياني والمساعدة الإنسانية للوصول إلى الجانب الآخر من معبر رفح من الجانب المصري. يعني حتى وزارة الصحة الفلسطينية التي كانت أعلنت قبل أيام أن هناك 11,000 مصاب وجريح وأيضا من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان الذين يعني في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة جراء هذا القصف الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية الصحية واستهداف المنشآت الصحية بقرابة 135 مركز صحي، 160 مركز صحي ومستشفى. الآن الوضع في قطاع غزة ومستشفيات التي تعاني سواء مستشفى شهداء الأقصى أو مستشفى الكويتي في مدينة رفح، وهذا الضغط الهائل على المنظومة الصحية التي لم يتبقى منها سوى القليل في هذا. اتصالا بما تذكره رمضان، ننوه إلى هذا العاجل الذي ظهر على شاشتنا قبل قليل. رئيس بلدية النصيرات في قطاع غزة يحذر من نفاد الوقود خلال 48 ساعة، ومما يعني أو ينذر بكارثة إنسانية صحية وطبية وكذلك توقف جميع الخدمات في هذه المنطقة. وجدير بالذكر أن مخيم النصيرات الذي يقع في محيط المنطقة الوسطى التي هي أيضا مسرح للعمليات بالإضافة إلى البريج ودير البلح. رمضان، هناك أيضا جزء متصل بعمليات الإسقاط الجوي الذي ما زالت القوات المسلحة المصرية تجريها بالتعاون مع العديد من الدول سيما في المناطق الشمالية. نعم، يعني على الرغم من إغلاق هذا الطريق الأرضي إلى الناحية الأخرى، ولكن كانت أحد هذه الإنزالات التي تمت بالأمس على شمال غزة من خلال الإنزال الجوي المصري وكذلك الأردني وكذلك بعض المساعدات التي أتت من دولة الإمارات العربية المتحدة. تم إنزال يعني عشرات الأطنان من المساعدات والأغذية لشمال غزة، هذه المنطقة التي كانت بالأمس يعني لم تكن هناك بها
عمليات عسكرية كبيرة رغم يعني توجه الاحتلال لقصف بيت لاهيا وكذلك منطقة جباليا في شمال غزة، وهذه المنطقة أيضا التي كانت حذرت منها بعض المكاتب الأممية المتعلقة بشأن المجاعة، وقالت أن شمال غزة تحديدا كانت به مجاعة تقارب 70% من السكان المتواجدين و30% من هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون إلى سوء التغذية. كل ذلك كانت مصر حريصة على دعم هذه المناطق عن طريق الإنزال الجوي، وحتى كان قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان هناك يعني عدد كبير من عمليات الإنزال الجوية التي قامت بها مصر على هذه المنطقة تحديدا منطقة شمال غزة أو شمال غزة بشكل عام، نظرا لما يعانيه بعد قطع قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصل منطقة الشمال عن منطقة جنوب غزة عبر محور نتسريم الذي وضعه لفصل الشمال عن الجنوب أيضا، ومع يعني قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الآخر كانت المساعدات يعني تصل لا تصل بشكل كافي إلى شمال غزة نظرا لأن شمال غزة كان محاصرا عبر يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي، فكانت مصر على الدوام في بتقوم بعمليات الإنزال الجوي على مدار الأيام الماضية، وكان آخرها هذا الإنزال الجوي الذي حدث بالأمس قبل يعني اجتياح قوات الاحتلال لشمال غزة اليوم، وتصاعد أعمال العنف والقصف الجوي وكذلك أيضا هذه المخيمات المتواجدة هناك والتي يتم أيضا حتى هذه اللحظة يعني تقصير يعني تطويقها من خلال قوات الاحتلال. هذا المشهد ربما يعني الذي حذر منه عدد كبير كان آخرهم يعني جوزيف بوريل يعني الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي حذر من كارثة إنسانية تلوح في الأفق جراء العمليات المتصاعدة وعدم دخول المساعدات الإنسانية بعد السيطرة على معبر رفح الجوي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الصورة القاتمة التي يزيدها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم والتي تتعلق حتى على المستوى الإنساني والذي يزداد صعوبة، هذه الكارثة الإنسانية التي حذرت منها مصر بعد إغلاق معبر رفح من الجانب الآخر، والتي قالت أن يعني أن الوضع الإنساني لا يتحمل مزيد من الصعوبات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا المشهد ربما يقود يعني هؤلاء إلى المزيد من الصعوبات وعدم الحياة في ظل هذه الأوضاع المتصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. المشكلة رمضان أن الأزمة تبدو في قطاع غزة الآن أزمة مركبة، هناك تزايد في أعداد النازحين الذين بالفعل بدأوا في النزوح من الجنوب إلى المناطق الوسطى وإلى الشمال، قدرتهم الأنوروا ب 300,000 نازح فلسطيني مع قرب نفاد المواد الأساسية الأغذية وكذلك الوقود والمواد الأساسية والأدوية. غزة أو معبر رفح عفوا هو الشريان الوحيد للحياة، هذا المعبر الذي يضخ الحياة يوما بيوم، بمعنى أنه لا يوجد مخزون في قطاع غزة ولا يوجد أي منفذ آخر لأن ينفذ إليه أي نوع من المساعدات إلا عبر معبر رفح البري من الجانب المصري. نعم يعني كما ذكرت أن الأزمة في قطاع غزة هي مركبة بالتأكيد، يعني نتحدث عن صورة قد تكون صعب تجميعها في الذهن حتى على المستوى الإنساني، حالات النزوح مستمرة للمرة السابعة على التوالي، وهذا التصريح الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة الذي قال أن حالة النزوح الداخلي للمرة السابعة على التوالي، حتى وإن كانت هناك مساعدات إنسانية فهذا يعني المشهد المليء بالدمار والخراب، وكذلك هذه التحركات العشوائية والتي لا يدري الفلسطينيون أين يذهبون حتى لتلقي المساعدات الإنسانية حتى عندما كانت متوفرة بعض الشيء، وحتى عمليات النزوح إلى المناطق التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مناطق أصلا لا يصلح فيها الحياة لهذه الأعداد، وأحيانا يقوموا بقصفهم رمضان حتى في طريقهم إلى النزوح. نعم هذه المشاهد وثقتها عدسات الكاميرات عشرات المرات في أول الاجتياح عندما كان تلقي قوات الاحتلال بعض المنشورات بالذهاب إلى المناطق الآمنة التي يزعم أنها آمنة، وفي الطريق رأينا يعني حتى القصف يكون من خلال هذه الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه السيارات التي تقل النساء والأطفال والشيوخ وكذلك الشباب وترديهم شهداء في الحال،
ولكن الحال الأصعب حالا أن تكون متكدسا في منطقة المواصي التي حددها جيش الاحتلال، هذه المنطقة التي تكون يعني بطول ساحل البحر بطول 12 كيلومتر وبعرض 1 كيلومتر. هذه المنطقة تخيلي التي كانت تستوعب 9000 مواطن قبل الحرب أصبح بها بعد حالات النزوح قرابة 400 ألف مواطن متواجد، ولكن بعد حالات النزوح التي حدثت بالأمس وبحسب منظمة الأمم المتحدة التي قالت وقدرت أعداد النازحين بقرابة 300 ألف نازح سواء من مدينة رفح والمخيمات التي طلب يعني الجيش الاحتلال بإخلائها، وكذلك أيضا في شمال غزة الذي بدأ العدوان مرة أخرى على شمال غزة في جباليا وبيت لهيا، والذي أيضا أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء هذه المنطقة والذهاب إلى غرب مدينة غزة. المشهد في حد ذاته الآن بطول الخريطة لقطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، الشمال بها عمليات الآن، وجنوب غزة أيضا مستهدف الآن من خلال استهداف مدينة رفح شرقها وغربها ووسط المدينة. ينحصر الفلسطينيون الآن في هذه المنطقة في الوسط. هذه المنطقة أو المخيمات التي يزعم جيش الاحتلال أنها متواجدة وأنه يزعم في إنشاء مخيمات جديدة هي منطقة مفتوحة على ساحل البحر، منطقة رملية بها بعض المنخفضات التي تستخدم للزراعة وبعض الخدمات التي كانت تكون منعدمة ولا تصلح إلى الحياة مرة أخرى. مئات الألاف من المواطنين في هذا الشريط، فهل تتخيلي هذه المعاناة حتى وإن كانت هناك مساعدات إنسانية في هذه المنطقة ومع هذا التكدس الكبير وانعدام هذه الخدمات، فإذا هو مشهد معقد بكل ترتيباته. بالتأكيد نبقى معك في متابعة دائمة من معبر رفح البري. شكرا جزيلا لك رمضان المطعني موفد القاهرة الإخبارية.